تزامنا مع إجراءات أمنية وخدمية مشددة، حشود الزائرين تحيي مراسيم زيارة الرجبية في الكاظمية المقدسة. خلال إحباط محاولة لاستهداف زوار الرجبية، استشهاد ضابط ومنتسبين اثنين في مواجهات مع داعش في الطارمية. الدينار يجاهد لحفظ قيمته السوقية أمام العملة الأمريكية، وإجراءات البنك المركزي العراقي تعجز عن إسعافه. تتابعون أيضا في النشرة المسائية من الرابعة، وفد كردي جديد في بغداد قريبا لاستكمال المفاوضات مع أربيل، وقضاء داقوق يشعل أزمة مكوناتية في كركوك. أهلا بكم، وبداية النشرة مع زيارة رجبية، إذ تحيي حشود الزائرين مراسيم ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام في الكاظمية المقدسة. شبكة مراسلي رابعة ذكرت بأن الحشود توافدت من جميع محافظات العراق لإحياء هذه الليلة، بينما تواصل القوات الأمنية ممارساتها الأمنية وتنفيذ خطتها الخاصة بتأمين الزيارة. إذن مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن مجريات الزيارة الرجبية ينضم معي مراسل الرابعة من الكاظمية المقدسة الزميل مصطفى علوش. أهلا بك مصطفى، مع اقتراب ذروة الزيارة هل لك أن تطلعني على الأجواء لديك، وأيضا عن حركة مسير الزائرين، وكيف بدت لك الخدمات المقدمة من قبل المواكب؟ تفضل. يعني مع اقترابنا من موعد الزيارة تصل أعداد الزائرين إلى أقصاها هنا في مدينة الكاظمية المقدسة، إذ نلحظ هناك احتشاد كبير في أغلب الشوارع المؤدية إلى الضريح، ضريح الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أغلب مداخل يعني مداخل مدينة الكاظمية المقدسة تكتظ بحشود الزائرين. نحن الآن في المدخل الجنوبي، هذه هي نقطة التفتيش الأولى لمدينة الكاظمية المقدسة. مثل ما تلاحظين ويلاحظ المشاهد، هناك كثافة عددية بالنسبة للزائرين، هناك حشود متواصلة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى هذه الساعة، هناك تواصل وتوافد كبير للزائرين صوب مدينة الكاظمية المقدسة. هناك إجراءات أمنية مكثفة قامت بها القوات الأمنية. أيضا فيما يتعلق بسؤالك حول طبيعة الخدمات، هناك يعني أغلب الطرق المؤدية إلى مدينة الكاظمية في شوارع العاصمة بغداد تكتظ بالمواكب، مواكب الخدمة لتقدم الخدمات من مأكل ومشرب وحتى منام إلى الزائرين، شاهدناها ولاحظناها خلال الأيام الماضية ومستمرة لحد هذه الساعة. هناك يعني تواجد لأصحاب المواكب، وأيضا يقومون بتقديم الوجبات للزائرين، وأيضا تقديم ما يحتاجه الزائر الكريم من يعني كل حاجيات لتذليل العقبات أمامه. بالتالي هناك يعني تواصل وتوافد مستمر سواء في الخدمات وأيضا في تدفق أعداد الزائرين إلى المدينة المقدسة مدينة الكاظمية لإحياء يعني ذكرى استشهاد الإمام يعني الإمام الكاظم عليه السلام. طيب نعم. مصطفى، زيارة الإمام الكاظم عليه السلام هي زيارة
مقدسة لدى العراقيين بكل الطوائف. كيف ترى اليوم الخدمات اللوجستية بالإضافة إلى كل ما ذكرت وتحديدا أيضا الخدمات الصحية؟ نعم، فيما يتعلق بالتوافد وأيضا الخدمات المقدمة والدعم اللوجستي، هناك أيضا مشاركة. يعني هذه الزيارة مثل ما بينتي أنها لن تقتصر على فئة محددة، هناك مشاركة لجميع طوائف يعني العراقيين، ويعني يباشرون يعني في جانبين أو في اتجاهين. الاتجاه الأول هو إحياء هذه الزيارة مع اخوانهم او شركائهم في الوطن، وايضا هناك جانب اخر فيما يتعلق بتقديم الخدمات. لاحظنا هناك يعني مواكب لمختلف الطوائف ايضا تشارك في احياء هذه الزياره. ايضا فيما يتعلق يعني طبيعه الخدمات الصحيه، ايضا لاحظنا هناك انتشار كثيف للمراكز او يعني مقرات او حتى سيارات الاسعاف الخاصه، وايضا هناك انشاء لمستوصفات او مواكب خاصه. يعني هذه المواكب قدمت خدمات صحية، خدمات علاجية للزائرين الكرام. وعلى طوال الطريق أيضا يعني لاحظ بين بضعة كيلومترات وأخرى هناك انتشار للكوادر الصحية، وأيضا هناك انتشار للكوادر الخدمية، أيضا هناك انتشار حتى لا نبخس الحقوق، هناك انتشار للكوادر الخدمية التي تقوم بتنظيف ويعني مباشرة إزالة يعني مخلفات الطعام وأيضا مخلفات المواد الأكل. هناك أيضا يعني جهود متواصلة تبذلها هذه الكوادر. أحسنت مصطفى. إنجاح مراسم هذه الزيارة. طيب. وأيضا حتى لا تؤشر أي إشارة قصور، نعم أي إشارة قصور تجاه هذه الزيارة، وكل هذه الجهود هناك يعني اتجاهها ونواياها هو إنجاح الزيارة الرجبية في العاصمة بغداد. وأيضا جهودك مشكورة في المتابعة يا مصطفى. لو سألتك ما الجديد لديك حول الإجراءات الأمنية المتخذة على الطرق المؤدية إلى الكاظمية المقدسة، يعني لا سيما عند مقتربات المدينة المقدسة والزائرين إلى الآن في حالة تدفق وتكاثر؟ يعني منذ أيام ومنذ أن باشرت قيادة عمليات بغداد بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الرجبية، هناك انتشار كثيف للقطعات الأمنية على الطرق المؤدية إلى مدينة الكاظمية. لاحظناها منذ مداخل العاصمة بغداد، سواء المداخل الجنوبية المداخل الشمالية وأيضا حتى مداخل الوسط، هناك انتشار كثيف للقطعات العسكرية لتأمين هذه الزيارة، وأيضا هناك انتشار على طوال الطريق طريق المسيرة الذي سيكره الزائرين، سواء يعني الاتجاه الجنوبي وايضا الاتجاه الشمالي. فيما يتعلق بالتواجد هنا او الكثافه العدديه للقوات الامنيه، هناك انتشار ربما اكبر داخل مدينه الكاظميه المقدسه لهذه القطعات، هناك قطعات مختلفه شاركت بهذه يعني هذه الخطه الامنيه الخاصه بهذه الزياره. كل هذه الجهود المكثفه للقوات الامنيه هدفها هو تامين الزياره، ومثل ما لاحظنا وسمعنا. احسنت مصطفى، جزيل الشكر. هناك محاولات تسلل لجماعات إرهابية ممتاز. تكللت. جزيل الشكر لك مصطفى على الجهود المبذولة والمتابعة الدقيقة لهذه الزيارة المقدسة والعظيمة، وشكر موصول أيضا لكل الجهود المبذولة للي ذكرتها الصحية الخدمية الأمنية. أنتقل إلى ضيفي مباشرة من الكاظمية المقدسة، مديرية التموين والنقل للحشد الشعبي السيد أحمد عباس. أهلا بك سيد أحمد ضيفا كريما على شاشة الرابعة. كيف تسير إلى الآن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة المقدسة زيارة رجبية؟ تفضل. أهلا وسهلا بكم إن شاء الله. فيما يخص الزيارة، يعني هناك خطة موضوعة من قبل هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع العتبة الكاظمية والقوى الماسكة الأمنية والحركة بانسيابية عالية، والبشائر إن شاء الله نحو نجاح الزيارة إن شاء الله. طيب، كان هنالك عمل إرهابي سيد أحمد حاول استهداف الزائرين في قضاء الطارمية تحديدا، كيف تعاملتم مع الحادث وهل قمتم بتعزيزات ربما أمنية إضافية في الكاظمية المقدسة تحسبا لا سامح الله لأي طارئ؟ طبعا هناك تعزيزات، 9 ألوية مشاركة من هيئة الحشد الشعبي واستخبارات الحشد
والمديريات الساندة وتنسيق على المستوى. وأيضا عندنا معلومة حول الواجب مع الطارمية، لأن هناك معلومة استباقية كانت من استخبارات الحشيد حول هذا التواجد الإرهابي. جزاكم الله خير. سيد أحمد، في سؤال آخر وأخير لجنابك الكريم، اصف لي أو للمشاهد والمتابع التنسيق وأيضا إسناد الدوائر الخدمية والصحية والأمنية والهيئات الساندة والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات للزائرين. نعم، فيما يخص التنسيق، تنسيق على المستوى، مثل ما تعرفون هيئة الحشد الشعبي أخذت على عاتقها بعد انتهاء عمليات الإرهابية وتحقيق النصر، أخذنا على عاتقنا بالاشتراك بكافة الفعاليات في العراق. وهذه الزيارة لا تقل أهمية عن زيارة الأربعينية، ومشاركين بها بكافة الجهود من نقل. فيما يخص مديرية التموين والنقل، احنا مشاركين في 30 عجلة باص تنقل داخل مدينة الكاظمية إلى مناطق القطع الرئيسية، وأيضا خزانات وحوضيات مياه على توزيع على المواكب، وأيضا هناك انتشار المفارس الطبية لطبابة الحشد واستخبارات الحشد وألوية ساندة من هيئة الحشد، هاي كلها بتنسيق مع العتبة الكاظمية والقوة الماسكة في مدينة الكاظمية، تنسيق على المستوى. وإن شاء الله أي شيء يجينا توجيه ممتاز إضافي أو إسناد إحنا مباشرين به. أحسنتم، ولكم الأجر والثواب. والحشد الشعبي البطل بالإضافة إلى القطاعات الأمنية دوما سباقة وساندة. كنت معي من الكاظمية المقدسة مباشرة مدير مديرية التموين والنقل للحشد الشعبي السيد أحمد عباس. بالتزامن مع عمليات حفظ الأمن لزائري الإمام الكاظم عليه السلام، استشهد 3 مقاتلين وأصيب 5 آخرين خلال اشتباكات مع داعش الإرهابي في قضاء الطارمية ببغداد. خلية الإعلام الأمني ذكرت في بيان أن آمر الفوج الثالث لواء مغاوير المقدم الركن عمار سلمان و2 من المنتسبين استشهدوا خلال إحباطهم لعملية إرهابية تستهدف زائري الإمام الكاظم عليه السلام انطلاقا من قضاء الطارمية. وأضافت أن العملية أسفرت عن قتل 3 إرهابيين يرتدي أحدهم حزاما ناسفة. وزارة الدفاع بدورها نعت آمر الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد المقدم الركن عمار نعمان سلمان و2 من مقاتلي الفوج استشهدوا خلال اشتباكات الطارمية. الوزارة في بيان قالت أن المقدم الركن والمنتسبين الذين معه استشهدوا خلال تنفيذ العملية الاستباقية في الطارمية. أطلقت قوة مشتركة عملية دهم وتفتيش في قرى ناحية الجيارة جنوب الموصل. وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي أن قوة مشتركة من القوات الأمنية واللواء 58 في الحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش في القرى المحيطة بناحية الجيارة، موضحا أن الهدف من العملية البحث عن مطلوبين للقضاء وعناصر داعش الإرهابية من خلال التدقيق الأمني، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار في الناحية. قتلت القوات الأمنية 2 من عناصر داعش الإرهابي في محافظة ديالى. نائب قائد العمليات المشتركة الفريق ركن قيس المحمداوي أكد قتل 2 من الدواعش، أحدهم قيادي بارز في ديالى، والاستيلاء على أسلحتهم وتدمير أنفاقهم ومستودع الأرزاق. أضاف المحمداوي أن الجهد الاستخباري كان فعالا في هذه العملية.
وفي ملف الدولار تواصل أسعار الصرف التذبذب في الأسواق المحلية بين صعود وانخفاض. مراسل قناة الرابعة ذكر أن أسعار البيع سجلت 155 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 154 ألف دينار عراقي. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا ضيفي الكريم داخل الاستوديو الخبير الأمني السيد صفاء الأعسم. أهلا ومرحبا بك سيد صفاء، ضيفا كريما على شاشة الرابعة. حياكم الله. أهلا بحضرتك سيد صفاء. أبدأ مع جنابك الكريم من الحادث الإرهابي الأليم في قضاء الطارمية. خلية الإعلام الأمني قد ذكرت في بيان أن هذه العملية قد نفذت وفقا لمعلومات استخبارية أمنية دقيقة، ومع ذلك ذهب للأسف شهداء ضابط برتبة مقدم ركن ومنتسبين. كيف قرأتم دقة وصحة معلومات خلية الإعلام؟ يعني حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، بدءا رحب بكم و أهلا بك قناتكم ومشاهديك الكرام. المشكلة أنه عادة إحنا بكل مناسبة يكون هنالك تحديدات على حركة القوات الأمنية نتيجة الزوار ونتيجة حركة الزائرين ونتيجة قطع الطرق، بالتالي هذا كله يؤدي إلى هنالك ضعف في هذه المناطق. تحديدا إحنا نتكلم على حزام بغداد الشمالي والجنوبي، وهذه يعني هذه المناطق هي مناطق قلقة لغاية اليوم، خصوصا الطارمية. هي مو بس طارمية ست فاطمة، يعني احنا نتكلم على كل حزام بغداد. هسه اذا تكلمنا على الجنوبي اخو يعني لا يخلو من الخطر، وان كان نتكلم على الشمالي ايضا. اذا احنا نتكلم على مناطق هي تعتبر بيئة لتنظيمات داعش ارهابية. طبعا انا اتكلم الان من وجهة النظر العسكرية الى انهم من ابناء العراق الضالين، طبعا دواعش اجانب ماكو، احنا نتكلم على ابناء العراق الضالين اللي هم يتعاملون مع الدواعش. نتيجة الان اصبح الموضوع كان قبل الموضوع طائفي، الان اصبح الموضوع موضوع مادي، وبهالظروف التعيسة اللي يعيش بها. هذه نقطة مؤسفة وكارثية سيدي. كارثية جدا، ولهذا احنا نتكلم على تعامل مناطق. شوفي يعني عادة ابتدأت القوات الامنية يعني بالتوجه الى العشائر الشريفة، بالتوجه الى المناطق، بالتوجه الى لغرض نبذ الأولاد الضالين لأبناء الضالين اللي هم أصلا يتعاملون مع داعش، علما هم أبناء العشائر أبناء المناطق تحديدا. تأكيد. هذا من الصعب جدا أن تكتشفيه إلا أن كان عن طريق معلومات أمنية استخبارية عالية جدا. ولهذا يعني بالخاصة نتكلم على توقيتات الزيارات، توقيتات المناسبات المهمة، كانت مناسبات دينية. هذه تكون بها داعش، أولا داعش يهتم جدا بهذه النقاط ويحاول أن يركز عليها، خلق الفتنة. وإحنا تكلمنا قبل شهر تقريبا داعش ابتدأ خلال 100 يوم السابقة بمردودات مالية عالية جدا، يعني وصلت المردودات المالية من خارج القطر. هنالك جهات، أنا أتكلم على يعني بعض من دول المنطقة تساعد داعش، وهنالك أذرع داخلية تساعد داعش أيضا. ست فاطمة، المشكلة بالداخل العراق هنالك أذرع داخل العراق تتعاون مع تنظيمات داعش، والدليل هي تتمده بالمال والسلاح ودعم لوجستي وغذاء وأرزاق وعجلات وعتاد. أكمل مع جنابك الكريم ما تفضلت به. اليوم داعش نشط ونشط جدا في هذه المناطق، وتحديدا كما ذكرت الطارمية وحتى في المناطق الجنوبية. لو تحدثنا بالحلول هذه المشاكل كما ذكرتها، لهم أموال، لهم أذرع داخلية، لهم قوة ضاغطة ودافعة ومساعدة خارجية، طيب
كيف بالإمكان أن نجد اليوم الحلول الناجحة والناجعة للسيطرة على هذه المناطق، بالإضافة إلى وجود داعش فهي مناطق وعرة ومعقدة حتى جغرافيا سيد صفاء؟ شوفي ست فاطمة، داعش الآن بالعراق يركز على منطقتين، المنطقة الأولى اللي هي شمال غرب الأنبار وغرب الأنبار اللي هي تعتبر أكبر صحراء داخل العراق واللي تحد هي عشرات ألوف الكيلومترات، وهذه المنطقة من الصعب جدا السيطرة عليها عن طريق القوات الأمنية أو عن طريق الأفواج أو التشكيلات أو الألوية المشاة إلا عن طريق طائرات وعن طريق سيطرة جوية وعن طريق استكشاف يومي، وهذا الموضوع معقد جدا يعني ليس بالسهل، ولهذا تلاحظين إلى أنه داعش يتواجد هذه المنطقة كونها قريبة من الحدود العراقية السورية، وهذه المنطقة طبعا يعني كثيرة الحركة بها لتنظيمات داعش. أما المنطقة الثانية المهمة جدا هو حوض جبال حمرين. ست فاطمة، حوض جبال حمرين يمر على أكثر من 4 محافظات، تدرين إحنا نبدي من أربيل ننزل إلى كركوك ثم إلى صلاح الدين ثم سامراء ثم محافظة ديالة، وبالتالي نتكلم على أطراف حدود محافظة بغداد أو العاصمة بغداد وهي وجه العراق أمام العالم. نعم. إذا لم نكن نسيطر بشكل حقيقي وكفوء على هذه المناطق تحديدا، علما هي مناطق وعرة كما أخبرت أنت يعني قلت الآن، مناطق وعرة، مناطق كبيرة معقدة، داعش يستطيع أن يخترقها بسهولة جدا، لأنه هي يعني أول شيء مساحات واسعة، زائدا من الصعب جدا استكشافها عن طريق الطائرات، يعني من الصعب جدا لأنه هنالك يعني أنفاق وهنالك يعني أشبه بالحمايات الأرضية وصخور وجبال تضاريس وعرة، وبالتالي هذا الموضوع كل ما هنالك يجب أن يكون هنالك حس أمني عالي عراقي عندنا. زائدا أنا أتكلم على نقطة مهمة جدا، هو إحنا لدينا ضعف في التجهيز بالتسليح الخاص. طيب. بالمعلومات الاستخبارية والأمنية، ولهذا كانت زيارة السيد رئيس الوزراء الحالي اللي كانت قبل شهر إلى ألمانيا، كان هنالك تركيز على الجانب الاستخباري والأمني في العمل لغرض السيطرة على داعش، وإلا إحنا انتهت الحرب مع تنظيمات داعش منذ عام 2017 ولغاية اليوم نحن نقاتل داعش أمنيا واستخباريا، مو معقول 5 سنين إحنا نقاتل داعش. كل كلامك واضح جدا وجزيل الشكر لك على الدقة في المعلومات والوصف والإيجاز، كنت معي ضيفي الكريم الخبير الأمني السيد صفاء العسن، حياكم الله. بالعودة للحديث عن الدولار، هذا وأعلن جهاز المخابرات الوطنية القبض على أحد المتورطين بتهريب العملة بحوزته 140 ألف دولار. الجهاز في بيان ذكر أن مفارزه المختصة بمتابعة الجرائم المالية في العراق اعتقلت أحد المتورطين بتهريب العملة الأجنبية، وأضاف أن المتهمة كانت بحوزته 140 ألف دولار أمريكي معدة للتهريب. أكد نائب المستقل رائد المالكي على ضرورة الحد من التفاوت بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي. المالكي في تصريح صحفي جدد دعم المستقلين لقرار الحكومة بخفض سعر صرف الدولار، لكن شريطة أن تتم السيطرة على السوق وأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، إضافة إلى مكافحة الفساد في نافذة بيع وشراء العملة، معتبرا استمرار التباين في السعرين الرسمي والموازي سيصب بمصلحة الفاسدين. لا يزال الدينار العراقي يضعف عن مواجهة العملية الأمريكية في الأسواق الموازية رغم الإجراءات التي أطلقها المركزي العراقي لإغاثته وإسعاف قيمته السوقية، إجراءات يبدو أن حدودها توقفت عن نوافذ بيع العملة الرئيسة في حين تفتقد تأثيراتها خارج تلك المنافذ. العملة المحلية العراقية لا تزال تصارع أمام الدولار الأمريكي، سبل الاحتواء التي وضعها البنك المركزي لتحسين جودة التعاملات المالية وتعزيز استقرار سعر الصرف لم تجد صدى واسعا وبقيت مبهمة، فهامش الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي باق على حاله،
إذ يتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف دينار عراقي. إجراءات البنك المركزي، الإجراءات الحكومية يجب أن تكون موضوعية وجادة، بالتالي حتى نتجنب ارتفاع سعر الصرف، وأن تكون هنالك إجراءات اقتصادية حقيقية، مثلا السيطرة على اليوم التحويلات المالية بالنسبة للتجار، قضية أيضا المصارف الأهلية وتعاملاتها، الحوالات المالية، هذه كلها قضية متعلقة بسعر الصرف. وعلى الرغم من الجهود الرسمية لتعديل سعر صرف الدولار، إلا أن المؤشرات في السوق العراقية تشي بغير ذلك، فمشكلة بيع وشراء الدولار تتفاقم لدرجة مغادرتها الصرافات والحوالات المالية المحلية. كفى تلاعب بقوت الناس، كفى تلاعب بقوت الناس، يعني المفروض يستوعبون هذه المرحلة انتهت، لأنه دخلت منصة وخل يقتنعون أنه الناس يبيعون ويشترون بالسعر الحقيقي اللي يستفاد من عنده، السعر الشريف اللي احنا نسميه بالسوق، السعر الشريف أن يباع ويشترى بالسعر الشريف اللي يقنع الناس ويقنع الدولة. ويبدو أن معضلة تقليل الفجوة بين السعرين الرسمي والمحلي مستمرة، في حين يرى مراقبون بأن الأزمة تكمن في الدولار النقدي الذي يتم تهريبه لتنفيذ حوالات تجارية سوداء من قبل تجار غير قادرين على التعامل مع المنصة الإلكترونية. هذه الورقة النقدية تختلف قيمتها بفارق كبير بين سعر الصرف الذي أقره البنك المركزي قبل أيام وبين أسعار السوق الموازي، لأسباب نجهلها نحن والمواطن كذلك. من بغداد فقار فاضل، الرابعة. لم تستطع إجراءات تخفيض قيمة سعر الصرف السيطرة على أسعار المواد الغذائية والأدوية في ديالى، حيث يظهر أن انفلات الأسواق بات صفة ملازمة لها تحتاج إلى إعادة ترتيب. هناك ظاهرة أنه عندما يرتفع سعر الدولار كما حصل خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفع سعر الدولار إلى نحو 170 ألف دينار، لكن عندما انخفض الدولار حاليا في السوق السوداء إلى 150 لم تتراجع أسعار المواد الغذائية وما زالت على هي نفس الصعود اللي تم تسجيله قبل أكثر من 3 أسابيع. دولار نزل إعلاميا، واقعيا ما له نزلة يعني، والدليل الأسعار. المواطن البسيط اللي هو ما عنده تعامل بالعملة الأمريكية وما عنده تعامل بالعملة الصعبة مثل ما تسمى سابقا، عنده تعامل هو تسوقي، يتسوق من السوق، يعرف اليوم هل وضعية الدولار نازل عن طريق شراء اليومي، هذا الشراء اليومي راح يعطي الإعلام حقيقة إن هو نزل أو لم ينزل. على أرض الواقع ما منخفض، تروح للصيدليات تلقيها الأسعار نار، تروح للسوق تلقى المواد الغذائية نار، أدري الفقير مين. وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن. المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ذكر أن السوداني غادر العراق إلى ألمانيا على رأس وفد حكومي رفيع، مبينا أن الزيارة تهدف للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته 59. في سياق آخر، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية. بيان للمكتب أكد أن المذكرة تضمنت محاور ستسهم في تطوير المنظومة الكهربائية في مجال الإنتاج وزيادة كفاءتها والنقل والصيانة وتدريب الملاكات، فيما أشار رئيس الوزراء على هامش توقيع الاتفاقية إلى جدية الحكومة في دعم ملف الطاقة وتقديم الدعم الكامل لوزارة الكهرباء من أجل رفع مستوى الإنتاج وصيانة المحطات. وكان الوفد العراقي الذي يزور واشنطن قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي يؤكد المضي في تعميق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين عبر مجموعة كاملة من القضايا الثنائية.
وأشار بيان مشترك إلى أن الاجتماع الذي يعد أول اجتماع للجنة التنسيق العليا المشتركة ركز على التعاون الاقتصادي وتنمية قطاع الطاقة وتغير المناخ الذي يعتبر علامة على شراكة استراتيجية ناضجة في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي. أهلا بكم من جديد إلى الشأن السياسي. يعقد مجلس النواب جلسته الأحد المقبل لمناقشة وقراءة عدد من القوانين، وبحسب جدول الأعمال الذي نشرته الدائرة الإعلامية للمجلس فإن جلسة الأحد تتضمن قراءة 5 مشاريع قوانين، بينها التعديل 21 لقانون الملاك ومشروع إقرار البيانات المالية للسنة المالية 2014 ومشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وأخيرا قانون الشركات الأمنية الخاصة. أعلنت كتلة حقوق النيابية اعتراضها على ما تم طرحه في تعديل قانون الانتخابات السابق. رئيس الكتلة سعود الساعدي قال أن هناك العديد من الإشكالات الدستورية والفنية على الصيغة المعدلة للقانون، متهما القوى السياسية الكبيرة بمحاولة الهيمنة على المشهد السياسي العراقي وصياغة القانون وفق رؤيتها ومقاساتها. مرة توصف بالاستدار المفصل على الأحزاب الكبيرة، وأخرى بالصيغة العادلة التي تحدد استحقاقات الأحزاب. قانون الانتخابات وإشكالياته تعود للواجهة من جديد، ويتربع على قائمة الملفات الخلافية داخل البرلمان وخارجه. للعودة إلى طبيعة الانتخابات التي تحقق أهداف وطموحات الكثير من الكتل السياسية، تحالف إدارة الدولة يتوجه لتعديل قانوني الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات ودمجهما بقانون واحد، وإلغاء نظام الدوائر المتعددة الذي تم العمل به في الانتخابات الأخيرة. أغلب المعترضين إن لم يكن كل المعترضين هم لا يؤثرون ثقلا داخل السلطة التشريعية، خصوصا المستقلين. وأما السيد الصدر الذي يمتلك القوة الشعبية وسابقا يمتلك القوة السياسية، الآن لا يمتلك القوة السياسية فقط، يمتلك القوة الشعبية. هل إنه سيتقبل
التغيير والعودة لقانون سانت ليغو المعدل الذي يعتبر أس المشكلة بالعملية الديمقراطية العراقية، أم سيكون هناك تظاهرات واحتجاجات؟ المستقلون والأحزاب الصغيرة هما من اعترض على تحرك الكتل السياسية داخل البرلمان لتعديل قانون الانتخابات الحالي واستبداله بسانت ليغو الذي يرونه بالمفصل على مقاسات الأحزاب السياسية الكبيرة في آلية احتساب الأصوات الانتخابية وتوزيع المقاعد. أكيد هناك يعني تباين، كل جهة لها رؤيتها، لذلك أنه سيتم الاتفاق يعني المبدئي ما بين الكتل ضمن الائتلاف، وأنه هناك ممثلين عن هذه الكتل يعني معنيين وفنيين يناقشون الموضوع، بالتالي بعد الاتفاق السياسي سيتم طرح الموضوع على مجلس النواب. لا هذا القانون ولا ذاك رفض قد يكون منطقيا لقانون الانتخابات المقترح لسببين، أحدهما الابتعاد عن خلق مشكلة سياسية، والآخر لمراعاة التوازن بين الدوائر المتعددة والدائرة الواحدة. إصرار تحالف إدارة الدولة على تعديل قانون الانتخابات ربما سيمضي بأي موقف سياسي قد يقتنع به الجميع، بعيدا عن الاعتراضات الموجودة داخل البرلمان. أحمد ليث، بغداد، الرابعة. كشفت حكومة أقليم كردستان العراق عن وجود تفاهمات إيجابية مع الحكومة المركزية بشأن قانون الموازنة للعام الحالي. الحكومة أو المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل خلال مؤتمر صحفي أوضح أن هناك اتفاقا بين ديواني الرقابة المالية بالأقليم والمركز، وتم تزويد الأخير بكل البيانات الخاصة، مشيرا إلى أن أربيل ملتزمة ببنود الدستور وطرحت وجهة نظرها بخصوص قانون النفط والغاز، كما أضاف أن هناك جدية من قبل الطرفين لحل كل المسائل العالقة وفقا للقوانين الاتحادية. أكدت كتلة الديمقراطية الكردستانية نيابيا أن الإقليم يأمل ألا تكون حصته من موازنة 2023 مشروطة بتسليم نفطه إلى بغداد. النائب عن الكتلة صباح صبحي شدد على ضرورة أن تحل مسألة الملف النفطي بأسرع وقت ممكن في ظل عدم وجود قانون للنفط والغاز والذي يتطلب اتفاقا سياسيا محكما ليكون بديلا عنه، مبينا أنه وفقا لقانون سنة 2021 فإن حصة كردستان العراق من الموازنة مشروطة بتسليم نفطها إلى بغداد. أكد تحالف الفتح أن الخلافات بين حكومتي المركز والإقليم تمثل أحد أهم أسباب تأخر تمرير الموازنة الاتحادية العامة. النائب عن التحالف محمد البلداوي قال أن هناك لجنة متخصصة تم تشكيلها من رئاسة الوزراء للسيطرة على جميع الواردات وتوزيعها بشكل يضمن حق جميع مكونات المجتمع، مشيرا إلى أن الحكومة تسير وفق مبدأ الاتفاق السياسي المتعارف عليه من جميع الكتل داخل تحالف إدارة الدولة. المجلس العربي في كركوك من جانبه انتقد رد فعل الأحزاب الكردية تجاه تنصيب قائم مقام من المكون العربي في داقوق، وأبدى المجلس في بيان استغرابه من التهديد بزعزعة استقرار المحافظة وسلمها الأهلي، داعيا القوى السياسية الكردية للابتعاد عن سياسة الضغط، لافتا إلى أن المنصب هو من حق الأغلبية العربية في القضاء، عدا إياه عرفا سياسيا كانت القوى الكردية نفسها تتبعه في أقضية أخرى. وكان الاتحاد الوطني الكردستاني قد هاجم محافظ كركوك راكان الجبوري بعد إصداره قراراً بتعيين قائم مقام جديد إلى داقوق من المكون العربي.
النائبة عن الاتحاد ديلان غفور وصفت القرار بهزة قد تعصف باستقرار المحافظة وتصرفا تهميشيا وإقصائيا للمكون الكردي والتركماني في المحافظة. وكشفت غفور عن تقديم طلب نيابي إلى رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني بإلغاء القرار لحين الاتفاق على بديل. في صلاح الدين يواجه مشروع مجسر ناحية دجلة اعتراضات وانتقادات بسبب التلكؤ وتأخر إنجازه، وهو ما أثر على أصحاب المحال التجارية القريبة والمتضررة جراء إيقاف الحركة المرورية التي تعد مصدر رزقهم الرئيس. بقيمة تصل لأكثر من 10 مليارات دينار عراقي، تشرع صلاح الدين بإنشاء مجسر ناحية دجلة بهدف تأمين حياة آلاف المواطنين ومنع الحوادث المرورية على طريق بغداد تكريت. المشروع تسبب بمعاناة كبيرة لأصحاب المحال التجارية الواقعة قربه بعد أن قطع شريان الحركة وتسبب بتوقف أغلب أعمالهم. تقوم بتنفيذ مجسر دجلي على الطريق العام بغداد موصل بكلفة 11 مليار. هذا المجسر يقوم يتكون من بطول حدود كيلو متر تقريبا على جسم الطريق العام بغداد موصل، يخدم أهالي منطقة ناحية دجلة ويقلل الحوادث المرورية التي تحصل على الطريق. احنا العراقيين يعني شوية رادلنا ما نتحمل، نريد خدمات بدون تحمل وماكو، هذا ما يصير. انا لازم اذا اريد اشتغل هذا الشغل، يريدون هم دا يريدون انجاز مشروع، شلون انجزه؟ القائمون على المشروع بينوا التزامهم بالتوقيتات المثبته لانجازه، مؤكدين وصولهم لمرحله متقدمه من مراحل الانجاز. وبرر التذمر المواطنين من توقف العمل التجاري في المنطقه بضخامه المشروع واهميته الكبيره والتي تتطلب من الجميع تحمل المنغصات حسب تعبيرها. العمل الآن وصل لنسبة كما ذكرنا 35%، تم إنجاز الركائز بالكامل 100%. الخطة هي قفل الموقع بسياج من الكيربي لغرض تأمين الموقع، ولكن لضمان انسيابية حركة الأسواق وضمان أرزاق المواطنين المتذمرين. احنا انت تلاحظ بالوقت الحاضر حركة للآليات، حركة للتسوق للتبضع، لكن لا ينكر أنها أضعف وأخف مما كانت قبل البدء بالمشروع. بين معاناة المواطنين وأهمية المشروع في إيقاف الحوادث المميتة التي يشهدها طريق بغداد تكريت يوميا، تبقى الآمال معقودة على إنهائه خلال المدة المحددة دون معرقلات. محمد عادل، الربيعية الرابعة، صلاح الدين. يستمر ملف الخدمات والمشاريع المتلكئة بتصدر المشهد في نينوى، حيث تقتصر أعمال الإعمار على صبغ الأرصفة وتأهيل الحدائق، بينما تبقى المشاريع الاستراتيجية طي الإهمال. أكثر من تريليون دينار خصصت لإنشاء مشاريع استراتيجية كبيرة تخدم أبناء نينوى، لكنها اقتصرت على تبليط الشوارع وصبغ الأرصفة وإنشاء الحدائق والنافورات. المواطنون أكدوا بأن هذه الأعمال بسيطة لا تقارن بحجم المبالغ المرصودة. المناطق معدومة من الخدمات نهائيا، ولو يعني نشكر الأخ نجم الجبوري يشتغل، ولكن هالميزانيات الهائلة جت الموصل المفروض يوفروا لنا مستشفى. احنا حاليا انا احكي لك على منطقتي، يعني ما بي لا مستوصف ولا مستشفى نهائيا بالايمن تقريبا، يعني مهم الاهتمام بها ضعيف جدا. يعني نتمنى ان يكون اهتمام اكثر واكثر بالجانب، خاصه جانب الايمن، لان الاعمار فيه قليل.
محافظين ويرى أن الأموال المخصصة للموصل أسهمت في النهوض بواقع المدينة بمختلف المجالات الصحية والخدمية والبنى التحتية، راميا اتهامات النيل منها بالأجندات الخارجية. تخصصنا 1,150,000,000 تقريبا 500 مليار منها المستشفى اللي 600 سرير وأيضا مستشفى في سنجار يعني. فهذا الكلام ما لأنه اللي يتخصص في الشارع الموصلي مو الشارع الموصلي، إنما هم أصحاب الأجندات يتكلمون هذا الكلام يحاولون يقزمون من اللي صار. وتتهم شخصيات سياسية وشعبية لجنة إعمار الموصل بالتقصير وعدم تنفيذ المشاريع المهمة في المدينة بالرغم من تخصيص مليارات الدنانير لهم، ودعوات للجهات الرقابية إلى التحقيق وكشف مصيرها. وللصراعات السياسية والحزبية في نينوى دور كبير في عرقلة عمليات الإعمار، فلا تزال المستشفيات والأبنية والجسور والمطار خارج الخدمة. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. إذن مشاهدينا الكرام، بالعودة إلى الشأن المحلي وللحديث تحديدا عن أزمة قائم مقام كركوك، ينضم إلينا عبر سكايب من كركوك المتحدث باسم المجلس العربي السيد عزام الحمداني. أهلا ومرحبا بك سيد عزام، ضيفا كريما على شاشة الرابعة. بدءا سيد عزام، إلى ماذا تعزو اليوم انتفاضة الأحزاب الكردية ضد تنصيب قائم مقام جديد لداقوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدءا تحية طيبة لمشاهدي قناتكم الكريمة. لا شك لا يوجد أي سبب مبرر يدعو الأحزاب الكردية بأن تنتفض على قرار الدولة العراقية بتعيين منصب قائم مقام قضاء داقوق، على اعتبار أن هذا التنصيم تم وفق إجراءات قانونية ودستورية، وأن الأمانة العامة رئيس الوزراء هي من قامت بتعيين منصب قائم مقام داقوق، وبالتالي قامت القوى الأحزاب الكردية بالطعن واتهام السيد المحافظ بأنه هو من قام بتنصيب قائم مقام، وهذا غير صحيح. نعتقد ونجزم بأن هناك توجه قومي طائفي عنصري يذهب نحو إشعال روح إشعال وتهديد السلم المجتمعي من خلال خطابات قومية وخطابات طائفية. أيضا في نفس الوقت جرت العادة منذ عام 2003 أن يكون قائم مقام قضاء داقوق من قبل المكون العربي، على اعتبار أن قضاء داقوق يشكل ذات أغلبية عربية بنسبة 70%، وبالرغم من أن قائم مقام داقوق الذي تم خروجه إلى التقاعد هو قائم مقام مكون عربي، أن هذا القضاء أقل 24 دائرة فيه يشغلها ويشغلها المكون الكردي والتركماني، ولا يوجد له العرب أي مدير دائرة في ذلك القضاء. هناك استحواذ من قبل أحزاب والقوى السياسية للقوى الكردية والتركمانية بالسيطرة على جميع مفاصل العمل الإداري باستثناء منصب قائم مقام كركوك الذي هو من حصة المكون العربي. طيب لو سمحت لي في سؤال سيد عزام، واضح جدا كل كلام حضرتك، يعني اليوم هل تم اختيار القائم مقام الجديد ضمن السياقات والأعراف يعني العرقية المحلية لربما السياسية المتبعة في كركوك؟ لا لا، لا يوجد أي عرف عرقي أو قومي يذهب باتجاه اختيار منصب قائم مقام كركوك، مثل ما أسلفت أن هذا التكليف كان يفترض أن يكون هناك مجلس لمحافظة كركوك هو المعني باختيار منصب قائم مقام كركوك، ولكن مثل ما أسلفت الأمانة العامة مجلس الوزراء هي من قامت بتكليف هذا الشخص، وحتى وإن افترضنا أن هناك اختيار على أساس العرق، كركوك مدينة تخضع، مدينة ذات نسيج اجتماعي متنوع، وبالتالي سياسة التوافق هي الرائجة فيها، المكون الكردي والمكون التركماني لديهم مناصب عليا، منصب قائد الشرطة من حصة المكون الكردي ومدير البلدية ومدير المرور، كذلك المكون التركماني، وبالتالي جرت العادة مثل ما أسلفت، وكذلك أغلب القوى والأحزاب السياسية تدرك بأن هذا المنصب هو من حصة المكون العربي، لكن نجزم بأن مسألة الانتخابات المقبلة وإثارة الرأي العام وخندق دعاية انتخابية مبكرة يسعى إليها
الأحزاب الكردية والأحزاب التركمانية من خلال ممثليهم، وبالتالي هذا مجرد عصف انتخابي الغرض منه تقوية جماهيرهم وبنفس الوقت الإطاحة بجماهير الكون العربي من خلال ضرب المناصب التي هي لهم. نتمنى أن يعم الهدوء في كركوك وفي جميع محافظات العراق الحبيب. جزيل الشكر لك على كل هذه التوضيحات. كنت معي ضيفا كريما المتحدث باسم المجلس العربي السيد عزام الحمداني. جزيل الشكر لك. إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، لتذكير بأبرز عناوينها. تزامنا مع إجراءات أمنية وخدمية مشددة، حشود الزائرين تحيي مراسيم زيارة الرجبية في الكاظمية المقدسة. خلال إحباط محاولة لاستهداف زوار الرجبية، استشهاد ضابط ومنتسبين اثنين في مواجهات مع داعش بالطارمية. الدينار يجاهد لحفظ قيمته السوقية أمام العملة الأمريكية، وإجراءات البنك المركزي العراقي تعجز عن إسعافه. تابعتم في النشرة المسائية أيضا من الرابعة، وفد كردي جديد في بغداد قريبا لاستكمال المفاوضات مع أربيل، وقضاء داقوق يشعل أزمة مكوناتية في كركوك. إذن مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا، زورونا على موقع القناة الرابعة دوت تي في، وبالتأكيد على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى: فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تيليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. شكرا لكم لكرمي وطيب المتابعة، وإلى اللقاء.